الحقيقة فضل من الله عز وجل إقامة مثل هذه الملتقيات وعودة مخيم وعودة ملتقى البحر، ما عاد في خيام ها؟ وعودة ملتقى البحر هذه إن شاء الله بشارة خير، أن الدعوة ولله الحمد مستمرة ولن تتوقف، سواء بملتقى بمخيم تحت كبري في برحة في أي مكان، الدعوة إلى الله عز وجل قائمة قائمة، حتى ولو نلبك سيارات التائبين ونغسلها لن تتوقف الدعوة. وحقيقة فضل من الله عز وجل، حكومة خادم الحرمين الشريفين تعي مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا من أساس قيام الحكم في الدولة المملكة العربية السعودية، هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وقامت الدولة على المنهج الصحيح السليم في الدعوة إلى الله عز وجل. وطبعاً كل يعرف فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه وظيفة الأنبياء ووظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. ففضل من الله عز وجل عودة مثل هذه الملتقيات، وحقيقة ما في حل، شوفوا ما في حل للدين. ارتفاع نسبة الجرائم، ارتفاع الانحراف السلوكي، المصائب اللي تجي في الكون كلها لابد أن تعالج، وعلاجها في الدين. كل المصائب اللي نراها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، سبب الذنوب والمعاصي وانتشار المعصية في المجتمع هي سبب لهلاك الناس. حتى البهائم في الأثر، البهائم في الأثر تدعو على عصاة بني آدم. البهائم تعرفوا البعير، بعير ماكل تبن مستانس فالة، يعني أفضل وجبة عنده مثل البيك عندنا، هذا البعير. والبهائم تدعو على عصاة بني آدم، تدعو على كل عربجي وعربجية، تدعو على كل واحد قاعد على الأرض يعصي الله عز وجل. لذلك تقول حرمنا القطر، المطر، بسبب ذنوب عصاة بني آدم. فكيف اللي قاعد يمشي على الأرض ويعصي الله عز وجل؟ فما في حل في حياة الناس إلا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مجتمع كافر مشرك يعبد الأصنام ويعد البنات ويشرب الخمر، وتساق الخمرة في منتدياتهم ومجالسهم كما تساق القهوة والشاي اليوم عندنا. فكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع؟ كيف من رعاة غنم إلى قواد أمم؟ كيف عالج هذه السلوكيات المنحرفة؟ كيف جعلهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا؟ وحدوا الله عز وجل 13 سنة والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحون، بينما كان حول الكعبة 360 صنم. لم تكسر هذه الأصنام ولم تتلف هذه الأصنام إلا في عام الفتح، أخذ يشير لها النبي صلى الله عليه وسلم وتتهاوى. طيب وين كان يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يشتغل على قلوب الصحابة، على التغيير من الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان لما يتغير من جوا حيتغير من برا، ولما يتغير من برا حيتغير الكون. يا الربع، إذا جانا خسوف إيش نسوي؟ نصلي. إذا جانا كسوف إيش نسوي؟ نصلي. إذا انقطع المطر إيش نسوي؟ إذا احتجنا ولجأنا إلى الله ودعنا الله عز وجل نرى التغيير. فإذا كان الصلاة وهي الدعاء، إذا كان الصلاة تغير شأن الكون وحال الكون، من باب أولى أن تغير إيش؟ قلوبنا وحياتنا. يا الله، إحنا اليوم نبغى نغير حياتنا. سؤال، هل حياتك على ما يرضي الله عز وجل؟ سؤال، هل أنت على ما يرام؟ هل أنت سعيد؟ هل أنت مستانس؟ 5 إلى 6 رسائل يومياً على جوالي، وقبل شوي وأنا جاي في الطريق معي إيش اسمه عبد الله، رد أريد أن أنتحر. ليش وصلنا لهالمرحلة إن ننتحر؟ لو كان في الخارج كان طبيعي عند الكفار أنهم ينتحرون، طبعاً تفتح عندهم نوادي، حنا عندنا الاتحاد، إتي يا أبويا، عندنا الأهلي،
لا، هناك عندهم نوادي للانتحار، نادي للانتحار، وترتفع نسبة الانتحار عندهم. ليش؟ لأنهم ما يعبدون الله عز وجل، ولا منهم واحد يرفع يدين يقول يا الله ويستجيب الله لدعاءه، ولا عرفوا الصلاة، ولا عرفوا المسجد، ولا عرفوا هالجلسات الطيبة المباركة اللي احنا قاعدين نجلسها اليوم. تدري انك الحين في جو منعش؟ تدري انك في جلسة إيمانية؟ تدري انك تحسد على جلستك في هالمكان؟ كم في واحد برا يتمناها، ما يقدر يتنفس، ضاغط عليه الهموم والغموم والمشاكل، وواصل إلى درجة اكتئاب، واكتئاب حاد، وتقول لك كيف ترى الحياة؟ قال أشوفها سودة، كل شيء أسود، الحياة ما لها طعم. واحد عربي يقول حط عليها كاتشب. حياة بدون دين، والله لا تحط كاتشب مايونيز، والله حياة بدون دين ما فيها صلاة، ما فيها تعلق القلب بالله عز وجل، ما فيها تناجي الله يا الله. وش ذا الحياة ذي؟ ما عرفت اللي خلقك وأوجدك، وش ذا الحياة؟ فلذلك تفتح عندهم نوادي انتحار، لأنهم خلاص عايشين حياة بهيمية. أنواع المخدرات عندهم، أنواع الترفيه عندهم، شقر حمر بنات عندهم، كل شيء متوفر. مع هذا يتركونه، لما في سعادة في لذة، نفرق بين اللذة وبين السعادة. اللذة وهمية وقتية، أول الليل نبني في السماء كبري، وآخر الليل لا رحنا ولا جينا. لذة وهمية وقتية، أما السعادة اللي قاعد تعيشها يا مسلم احمد ربك عليها، احمد الله عز وجل إن جعلك مسلم، إنك ما تسجد الحجر ولا الشجر، احمد ربك، هذه نعمة عظيمة. فليش شبابنا وصلوا الحال أن يقول أبغى انتحر؟ ليش؟ بسبب المعاصي والذنوب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة وإنكا. هلا هلا، جزاك الله خير. جيب هذا بعد، نزل هذا، نحتاج عياننا. هذا يشتغل ولا ما يشتغل؟ هذا يشتغل، هذا يشتغل. اللافي ما أقدر أقعد. طبعا أشكركم على حضوركم معي، أستاذ محمد اللافي المستشار في موقع شبابيات، جزاه الله خير، من المحتسبين في الموقع، سوى عندنا ثورة الشباب في الموقع، جزاهم الله خير. بغوا يغيروني أنا المشرف العام، بس الحمد لله نزلت مكافآت سريعة وثبتوا. صوت واضح؟ مو بواضح؟ واضح. إذا شباب، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم هالمجتمع؟ إحنا اليوم أمام تيارات من الشهوات، شباب طلع جيل الفيسبوك يا كثرهم، ها واحد مصادق واحد اسمه حنان وقاعد يحنحن معه. وحنان ذا اصلا لو ان انكشفت الشاشه والكاميرا كان شفت شنباته كان قرون عنز. هذا حنان، الله يستر. ايه شبابنا اليوم، علاقات ماسنجر، انفتاح علينا العالم كله، واصبحنا نعيش في العالم كقريه واحده. اذا امامنا تيار خطير، واخطر تيارين واخطر امراض القلوب الشبهه والشهوه. الشبهه تعالج بالعلماء وسؤالهم والجلوس عندهم، والشهوه تعالج بمثل هالمجالس، طف اللي معك، بمثل هالمجالس الايمانيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل على قلوب الصحابه وتغيروا. يا الله، تغيروا الصحابه، تغير هذا الجيل. فإذا اليوم احنا هل حياتنا على ما يرام، ولا راحت حياتنا افلام ومدام ويدام ومنام؟ إذا حياتنا اليوم لازم تكون على ما يرضى الله عز وجل، لازم نتغير، لازم نتحرر من قيودنا. هل انت راضي عن علاقتك مع الله عز وجل؟ واعظم تغيير واللي هو واجب علينا كلنا ان نتغير، نتغير، نغير هالمعاصي وهالسلبيات اللي في حياتنا ونخليها إيجابيات، أن نبدل المعصية بالطاعة، أن نغير، غير كل شيء حولك. إذا غيرت نفسك كل شيء يتغير. الله قادر سبحانه، لكن في سنن كونية. من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبر تقربت منه ذراع، استهدوني أهدكم. الله قادر يهديك. واحد في جدة قاعد يعسن، يوم جيت وقبلت عليه من بعيد قلت السلام عليكم، يعني إذا معك شيء زبنة دسة أخفيه يا أبويا كذا عشان تصير بدون ترجمة. وزيه، إيش تسمونه أنتم، وزيه ولا أخفيه ولا دسه؟ يلا. ف
فأنا قاعد من بعيد مقبل عليه أقول السلام عليكم، يعني تراني بقعد معك، يعني تراني جاي عشانك. وعلى طول يمسك الليل يقول كررررر، أدعي لي معاك يا مطوع، يعني خذها من قريب عندي ورجع. يعني كل شيء بتقوله معليش احنا عارفينه، بس خذها من قريب، ادعي لي معاك. طيب انا بدعي لك معاي، لكن انت لازم تغير ايش من اللي قالها، لازم تغير مكانك، قاعد على المعسل وتقول ادعي لي معاك، غير مكانك. احنا نبي رحمه الله تنزل في مواطن تنزل فيها رحمه الله عز وجل، مثل هذا المجلس، قوموا مغفور لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. احنا نبغى التغيير، لكن ما نبغى نتغير من داخل، لا غير، لازم نتغير. كان في من كان قبلكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قتل 99 نفس فذهب يسأل على عالم ودل على عابد، وجاء وقال له أنا قاتل 99 نفس، أريد أن أتوب، أبغى أغير حياتي. عنده تأنيب ضمير، عنده نفس لوامة يبغى يغير. هذا الرجل، لأن فرق بين العابد وبين العالم، وفرق العالم على العابد كفرق القمر على سائر الكواكب. شوف حبيبي، هذا الرجل نظر إلى عظم المعصية، ما نظر إلى عظم رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا نظر للمعصية قال أوه قاتل 99 ابن الذين، 99 وش عاد، وين تبي التوبة؟ ما عند وجه. هذا اليوم بعضنا يقوله كذا، شوف واحد، أنا عندي واحد في الحارة بيع مخدرات، واحد عندي يقول شوف هذا ما الله بهاديه، من أنت حتى تحكم؟ من أنت حتى تتألى على الله؟